نبداو باللي فاز بكأس إفريقيا. صدير جمال بالماضي ما حصلوش مقبل أنه درب في إفريقيا، وجاء إفريقيا وفاز بكأس إفريقيا. المدربين اللي جازوا في الفرق الجزائرية، تيتر ديكزومبل لو ديرنيي سي مسيو باكيتا، il n'a jamais pratiqué en Afrique, il n'a jamais pratiqué en Algérie et il a gagné le championnat. C'est-à-dire pour moi c'est pas une référence. يعني قدرات المدرب ما فيها حتى شك. المشكل يعني لازم المدرب وحنا كإدارة واللاعبين والطاقم نوضعوا كل شروط النجاح باش الفريق ينجح. لي ريكروتمون ستادير اون افي دي ريكروتمون دو كاليتي. حتى واحد منا يعني اللي يعرف الرياضه ولا اللي يعرف الفرق الجزائريه ولا اللي يعرف المستوى البطوله الجزائريه ما يقدر يشكك في قدرات اللاعبين اللي راهم في مولوديه الجزائر. ابار اعداء النجاح.